40 طالبة يمثلن مختلف المدارس العربية بالعاصمة إنجمينة تنافسن في لقب شاعرة الثانويات العربية للعام 2020 التي بادرت بتنظيمها مجموعة مثقفات نساء تشات. 4 أيام بالتمام والكمال أبرز المتنافسات كل ما لديهن من مهارات أدبية بروح تنافسية، لتتوصل لجنة التحكيم لاختيار المتسابقة سمية طاهر من ثانوية الرسالة بالمركز الثالث، وأزهار آدم من ثانوية جوج العربية بالمركز الثاني، بينما توجت المتسابقة خديجة حسن صالح بلقب شاعرة الثانويات العربية للعام 2020. شريفة حصب الله موسى رئيسة مجموعة مثقفات نساء تشاد قالت إن هذه المناسبة ليست سوى لتتويج شاعرة الثانويات العربية، بل إنما هو تشجيع الفتيات وتحفيزهن للاهتمام بالقراءة، مشجعة جميع الطالبات اللائي لم يحالفهن الحظ. أما ممثل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة في هذه المناسبة أشار بالبادرة التي قامت بها مجموعة مثقفات نساء تشاد وحثهن على ضرورة الاستمرار في مثل هذه الأنشطة. فالشاعر وشاعرة الحق هو المتفاعل مع واقعه وعصره، وهو القادر في جمع بين الأصالة والتطور لإبراز قضايا مجتمعه والمشاركة في حلحلتها. ونشير إلى أنه تم تقديم أجهزة حاسوب للفائزات الثلاث تشجيعا لهن للمواصلة في هذا النهج.